سعد الله مساءكم بكل خير. اكيد كلكم شفتوني بالعمه، يعني في مغامره بس معايا المره ذي اللذيذ الحلو. طبعا حيكون معايا اليوم المغامر سلوم من الامارات العربيه المتحده. طبعا شرفنا ونور السعوديه ونور مكه بوجوده والله العظيم. طبعا كثيرين منكم اللي تابعوني يعرفون المكان، بس تكفون اخوان لا حد يتجمر لانه اخر الليل وما لي مشاكل مع الدوريات. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا الدور معي سلوم، إن شاء الله في الدور الثاني حيروح هو في جهة وأنا في جهة. بسم الله. زي ما أنتم شايفين طبعا الان راح تشوفون الكراسي هذه اللي قدامكم. طبعا اللي يبغون يعرفون سالفة الكرسي تلقون على اليوتيوب، انا ما راح اتكلم. حاليا في الدور الأرضي، طبعا معاي سلوم حتى الآن. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يا ناس المكان هذا مو مظبوط، انت شايفين شيء؟ بسم الله بسم الله بسم الله. إن شاء الله على خير، بس خلينا ندور غرفة الموتى، غرفة الثلاجة، الثلاجة أقصد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان يا جماعة الخير أنا ما قد دخلت فيه قبل كذا. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي الوضع طبيعي حتى الآن. بسم الله. طبعا الدور الثاني حيكون سلوم في جهة وأنا في جهة. بسم الله الرحمن الرحيم. المبنى هذه غريبة جدا. بسم الله.
طبعا زي ما شفتم هو كان سلوم في جهة وأنا في جهة. طبعا دحين بيطلع الدور الثالث. صراحة منظر مهيب للمستشفى من الخارج، يا كبر المبنى ذي مهجورة. طبعا الناحية الثانية دخل سلوم، وأنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله من الشيطان الرجيم، السيد كان في شيء أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. المبنى ذي شوف ما في خطوات أثار إنسان، يعني ما حد جاء من فترة في المكان ده. هذه غرفة المولد. بسم الله. الآن حنبدأ من الدور الثاني في المستشفى. طبعا سلوم طلع سبقني ما شاء الله عليه، أنا الحين راح أطلع الدور الثاني. الباب تقفل علي. بسم الله. جماعة الخير، كل ما تطلع الدور اللي فوق اختلف الدور عن اللي تحت. شوف ايش لقيت، شايفين فلتر الورد من كم سنة؟ يعني مو توكم يا سنابيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جماعة الخير، والله العظيم في صوت باب تسكر فوق زاد الأبواب. بسم الله. أول ما طلعت الدور سمعت صوت باب تسكر فوق، طلعت فيه بعد شوية، طبعا سلوم في جهة وأنا في جهة، الأبواب مسكرة. صوته أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. سلوم، سمعت الصوت أو ما سمعت الصوت حق الباب؟ شفت القطوة اللي طلعت لي كمان؟ مرتين الحين صح ولا لا؟ طبعا سلوم طلعت عند القطة السوداء بكل وضوح وخرجت من عندي وهربت وجت في الصوبة الناحية الثانية اللي أنا فيها. الغريب أول شيء سمعنا الصوت سك باب الدور اللي فوق، ثاني شيء شفنا البسة السوداء، بعد البسة السوداء سمعنا صوت باب السك مرة ثانية برضو فوق. خير هذه البسة السوداء مرة ثانية أشوفها، قبل شفتها في مغامرتي في هذه المستشفى برضو قبل كذا. طبعاً بعد ما سمعنا صك الباب مرتين أنا وسلوم الحين مع بعض لازم جماعة الخير. بعد ما سك الباب شفت القطة وسك الباب مرة ثانية، ما ندري في أحد، لازم نكون مع بعض ما نكون بعيدين عن بعض. جماعة الخير القطة قاعدة تراقبنا، سلوم شفتها ولا ما شفتها؟ قاعدة تراقبنا صح ولا لا؟ إيه والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسة السوداء هذه سبق شفتها كمان في المغامرة الماضية، اللي ما شافها يقدر يشوفها على اليوتيوب موجودة، والمرة معي سلوم شافها. طبعا لاحظت البسة السوداء كانت في الظلام تطالع فينا، ما حطيت الكشاف لمعت عيونها مباشرة. طبعا الحين بعد ما سمعنا صوت الأبواب أنا وسلوم صرنا مع بعض ما نقدر نفارق بعض، صراحة الوضع ما يطمن. الباب قوي مرة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت باب السك، لاحظوا الأبواب كلها مقفلة ما عدا الأبواب اللي ما تقدر تفتح. Thank you.
شايفين الأبواب كمان كلها مقفلة، شايفين الدور هذا غريب. نطلع الدور اللي بعده. بسم افتح الغرفة اللي في الركنية. بعد ما سمعنا صوت الابواب والقطوة السوداء المكان حاليا هدوء. بعد ما سمعنا صوت الأبواب تسكر فوق والبسة السوداء حاليا الوضع هدوء زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين العفش اللي هنا، هذا المكان اللي سبق سمعت فيه أصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في صوت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. الصوت جاي منين؟
المكان حار، هواء خفيف جدا، ما في هواء نهائيا في المكان ده، خفيف يعني خفيف حق النفس بس. لأن هالمكان مكانهم، عالمهم، فما يسوي المزعج ونحن داشين مكانهم. هذا المكان أقول فيه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طبعا الحين بننزل أنا والأخ سلوم من الإمارات. طبعا إحنا خبرنا في المكان ده، زي ما شفتم الأحداث كانت مختلفة. طبعا تعرفون سلوم صاحب القلب الأبيض والقلب الطيب، دائما ضحوك يفرفوشي. كيف يا سلوم؟ أنا من غمرت قبل كذا ما شفت الشنطة هذه، تقريبا شنطة مسروقة أو غلط مسروقة الله أعلم. طبعا تعرفون الأماكن هذه مهجورة، ممكن فيها سرقات، فيها قتل الله. طبعا سلوم بعد ما طلع سمع صوت مشي، خطوات، تكسير قزاز، يعني شيء غريب، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. طبعا يا حبايبي حلوين، تونا خلصنا المغامرة، طلعت أنا ويا سلوم. سلوم كيف كانت المغامرة؟ صراحة من الآخر، وترقبوا الجاي.